مرحبا، معكم توني، واليوم رح نحكي 35 مليمتر versus 120. أكثرية العالم اللي بيروحوا انتو فيلم فوتوغرافي بيستعملوا 35 مليمتر فيلم كاميراز موجودين وين ما كان. أهين شيء واحد يعمل أكسس عليهم ويجيبهم ويلاقي الفيلم وين ما كان ويبلش يصور. بس هل يا ترى فكرت شي مرة تدفش حالك a step further to consider ال 120؟ شو ال 120؟ اليوم رح نحكي الفرق بين ال 35 وال 120، نحط البروز and cons لاتنين، وإمتى بتستعمل ال 35 وإمتى ممكن تستعمل 120 وليه. وبالآخر هيدا الفيديو رح أحكي عن ثلاثة خرافات بينحكوا ليه بسمعوا من مكان، يعني عن إنه ليه ال 35 مليمتر more convenient، مناسب وأهين وهيك عن ال 120، ورح لكم رأيي بالموضوع. هلأ خلينا نروح على ليه 35 مليمتر is something good. أولاً size، الحجم. بالمبدأ حجم ال 35 مليمتر كاميراز أصغر شوية من الميديم فورمات، يعني إذا بتشوف comparison صغير let's say معي أوبا let's say معي هون الفات تو رينج فايندر، this is not the smallest، مش أصغر شيء بس يعتبر كايند أوف صغيرة. compare هذا الشيء ل فوجي 6x9، متلاحظوا الحجم هيوج. وبس لتذكير هاي مش اصغر كاميرا 35 مليمتر، وهاي مش اكبر كاميرا ميديوم فورمات. عندك اصغر من هاي شيء مثل اللومو LCA، وعندك الاولمبس XA، وعندك الميو 2 اولمبس، هيك صغار. و ميديوم فورمات عندك ال RB67 او ال RZ او ال Hasselblad او ال Pentax 67. ال RB هي هيك، يعني هيك بحتحملها. So size بالمبدا بيربح ال 35 مليمتر. اثنين cost، السعر بطبيعة الحال ببلشوا الكاميرات ال 35 مليمتر أرخص من الميديوم فورمات، يعني شيء مثل هيدا اللي هو الكانون AF 35M point and shoot فيك تجيبها من أونلاين يمكن 50-60 دولار، بس إذا بتلاقيها بشوب أو راك ماركت فيك تلاقيها ب10-20 دولار، بتسوي صور كتير منيحة، ما في مشكلة بالموضوع. ثلاثة، الفيلم بحد ذاته، الفيلم ال 35 مليمتر versus ال 120 هيدا فيه 36 اكسبوجر، في منهم 24 بس، خلينا 36، وعلى كاميرات معينة فيك توصل لل 39 حسب الكاميرا. versus الميديوم فورمات فيلم اللي هو اكيد بطبيعة الحال حسب الكاميرا اللي عم تستعملها في يكون على 645 15 او 16 صورة حسب الكاميرا، على 6x6 12 صورة، 6x7 10 صور، و 6x9 8 صور بس على كل فيلم. versus هونيك بتقدر توصل ل 39، وحتى في عندك بانوراميك ما رح نفوت فيها، so بيطلع لك more shots per film. أربعة availability، ال 35 مليمتر بتقدر تلاقيه بالمبدأ وين ما كان، يعني بالمولات على أرجح حسب محل عنده كاميراز أو whatever، ممكن يكون عنده مشكلة أنواع بس إنه ممكن تلاقي عنده 35 مليمتر رول، بينما ال 120 ما كتير. وهذا الشيء إذا أنت مسافر أو رايح لشي محل بدك تسوي، سو ما ممكن ما تلاقي 120
35 أهين تتلاقي بالمطارات أو غير محلات. So availability. 5 film development. يعني كمان تصغير الفيلم. هلا إذا أنت بتظاهر بالبيت ما عندك مشكلة بالموضوع, بس إذا أنت بتظاهر بمحلات more easier أهين تتلاقيهم المحلات اللي بيظهروا 35 versus 120. يعني هيدا المول حد السوبر ماركت بيكون في محل اللي عنده كادرات وهذا ممكن بيخدها بيبعتها لحدا بيظهر لك إياها, بينما 120 ما كتير. 6 speed of use, يعني استعمال, سرعة الاستعمال. يعني فيها تكون debatable, بس بالمبدأ عم نحكي ال 35 مليمتر كاميراز في عندك point and shoot, يعني شيء مثل رح نرجع لها هذه كم مرة اليوم اللي هي F35M. This is the point and shoot camera. بكل بساطة وتتحط الفيلم بتحط ال ISO وبعدين you point and shoot, point and shoot, point. بهالبساطة ما بدك تعمل أكتر من هيك, فيك تعمل شوية أكتر بس you don't need to. بينما medium format بشو ما كان, مثلا مثل الماميا C3, أول شيء مثلا هاي ما فيها light meter, you have to read the light out, تستعمل سنة 16 أو whatever. بدك بعدين ترجع to set the aperture تبعك, to set the shutter speed, to frame, to focus. هلا كمان هول ستيبس فيك تعملهم ب other 35mm cameras كلهم, بس in general عندك الاوبشن هونيك autofocus. هون يمكن في واحدة او اثنين ما بعرف, يمكن الهاسلبلاد they have واحدة autofocus, I'm not sure. شايفها مرة, بس انه in general اسرع الاستعمال وحملتها it can be smaller, اصغر ال 35mm to point and shoot, وتحطها بجيبتك وتطلق ماشي. هيدا كان بخصوص ال 35. خلينا نحكي عن ال 120 medium format البروز. واحد عندك ريزولوشن. ريزولوشن بطبيعة الحال اذا بتشوفه هيدا 35mm. هلا ترك له سبيس انا. هيدا 35mm حجم. ميديوم فورمات هلا حطيت انا 6x9 just to show. إذا بتقدروا تلاحظوا حجم الصورة الفرق. الـ 6x9 اللي هي هون عم تحكي 5 مرات أكبر size. Let's say 6x6 تقريباً 4 مرات أكبر من الـ 35. 6x5 أكبر بـ 3 مرات size. شو بيفيد هيدا؟ You get more resolution, tones أحلى, more details. يعني بطبيعة الحال إذا مثلاً عندك رسمة أو تاتو بدك تعمله على حجم هالقد قد فيك تحط فيه details, versus إذا قررت تعمله هالقد فيك تفوت ترسم details أكتر. نفس الشي بيتطبق على الفلومي, إذا فيلم صغير قد details رح يكمل, بينما إذا فيلم هالقد كل شي أكبر عندك more space real estate تقدر تحط فيه details. So بالمبدأ شو ما عمل 35mm, شو ما كان الكاميرا عم تستعملها, شو ما كانت اللينس, شو ما كان الفيلم تي ماكس 400 او اذا راحت على ال 150 باناف, قد ما كانت ريزولوشن اللي رح يطلع لك بالميديوم فورمات بتربح اني داي افري داي. سو هاي واحد. 2 شالو ديبث اوف فيلد. مثل ما بتعرفوا اذا بنروح على الديجيتال عم تصور بانت فول فريم كاميرا معك 50mm f1.4, إذا حطيت هيدي اللانس على APS-C كاميرا basically ال50 بتصير equivalent, لأنه عم تقص من الجوانب تبعها بتصير تقريبا equivalent ل 75mm, وال f1.4 هي حجمها بضل f1.4 بالمبدأ لأنه ما عم تتغير, it's physical, بس effectively ما بعود تاخد ال depth of field تبع ال 1.4, بتاخد تبع let's say f2, والعكس صحيح وقتها تطلع على bigger كاميراز. يعني مثلا ميديوم فورمات اذا انا عم بستعمل هيدي الماميه اللي فيه بقلبها 80 ملم, 80 ملم بياخدوا هن
equivalent ل ال full frame as a standard. So هيدي 80 مليمتر equivalent ل 50 مليمتر على full frame. و f2.8 بس بعطيك equivalent shallow لا يمكن 1.4. So shallower depth of field بطبيعة الحال than هيدا and بال 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 بالصور تبعك and sharper. So هذا الشيء بيلعب على الميلتين يعني it's really nice لأنه انت فايت عم تاخد portraits وكمان في منهم you have the bellow focus يعني فيك تقرب هيك lens لقدام so فيك تصور على مسافات قريبة من اللنس عرفت علي بينما so مجرد انت عم بتقرب هالقد with that shallow depth of field مع the sharpness and resolution تبع الميديم فورمات يعني بتوصل انت عم تاخذ له بورتريت للزلمه كلوز اب لوجهه عيونه ذير كريستال شارب ديتيلز ومن هون لعو يعني راس العوينات بيكون بلوري هالقد بيكون ريزر ثين الدبث اوف فيلد سو هون بيكون اكستريملي شارب لانه هي اتس ا فيري اتس ميديوم فورمات اند ذا لينس از ار فيري شارب فيري جود كواليتي بس ات ذا سيم تايم كل شيء قدام وورا اوت اوف فوكس فيري دريمي look فيك يطلع لك something amazing so that's for the shallow depth of field and هيدا modular design ايه هلا not the best example هون بس مثلا مثل الهاسلبلاد وال ماميا ار زي وهيك هلا هاي it is kind of modular this is the most modular accent شي بال تي ال ار يعني مثلا البريزم الويست فايندر فيك تشيله وبتحط prism finder أو different ones يعني فيك تنقي وتغير في كذا option منها بتغير الglass فيك تغير lens some of them حتى هاي في منهم بتشيل الباك مثلا مثل RB بتشيل الباك بكون عندك اثنين باك الباك هو الشقف اللي ورانية اللي بيجي بيركب بقلب الفيلم في يكون عندك اثنين أو ثلاثة كل واحدة فيها فيلم واحدة فيها black and white واحدة فيها color سو بتصور صورتين من هون بتشيلها بتحط واحدة colored بتصور صورتين ثلاثة بتشيل بتحط فيلم غيره that's not an option ب 35 مليمتر cameras بس some of the medium format عندك هاي الoption so it's a modular design shorter film rolls مزبوط انه ال 35 مليمتر بيعطيك more shots ايه طبيعة الحال وهيدا اقل بس This is very subjective لإلي أنا كتير أوقات بروح مشوار مثلا مع العائلة أو هيك صغير بصور شوي بصور لي 20 صورة 25 صورة بوصل على البيت بعد عندي 10 صور أو أكتر شوي يعني أوقات بيكون عندك أكتر صور من ما عايز غير الديجيتال الديجيتال بتروح مشوار بتصور 200-300 صورة الفيلم for some reason بتصور أقل هيك أنا سو برجع على البيت عندي مثلا فيلم مصور وفي بعد عليه 7 صور او 10 صور بصير انه ما بحنطر مشوار تاني اوقات او هيدا عبالي اشوف الصور بدي اظهرهم سو بصير فقشهم شمال يمين سو اوقات انا بحب الفكره انه شورت اند سويت مثلا 10 صور 15 صوره حسب الكاميرا اللي عم تستعملها هي انت تاخذهم بتفوت بتخلص بتظهرهم this is something nice very personal في عالم ما بعرف قولوا لي انتم بالكومنت شو رايكم انتم اذا بتفقوني ولا بتقولوا لا بدي اكثر ما بعرف anyways شو كان عندنا خمسة ستة ما بعرف اذا ستة سبعة بلشت غلط انا 35 مليمتر have the same format يعني هذا الفيلم تسحبه علوه محدد والعرض تبعه بالفلومة كمان محدد هيدا الفورمات اللي راح يطلع لك ايه كل الوقت 2x3 خالصة بالمبدأ هلا في عندك مثل حاسل بلاد اكس بان اكس او شيء هيك بتصور 2 35 مليمتر حق بعض يعني ما في منها غير وحده يمكن كاميرا بس ان جنرال هيدا الفورمات الحلو بال 120 انه هذا الرول مظبوط سو انت محدد عندك الطول اللي هو 6 سنتيمتر بالطول بس العرض
حسب الكاميرا. يعني في منهم بيصوروا 6x5 هالقد، في عندك بيصوروا 6x6 مربع، وفي كاميرات بيصوروا 6x7، وفي كاميرات بيصوروا 6x9، واذا بتروح على البانوراميك في كاميرات بيصوروا 6x12 او 6x17، يعني الصوره هالقد. سو هيدا الشيء شو، مش بس انه الصوره اكبر، بس الفورمات تبع الصوره تبعك عم بيتغير. يعني هاو يو كومبوز، اذا انت عم تعمل كومبوزيشن تبعك ب 35 مليمتر يعني 2x3 شيء، واذا عم تعمل كومبوزيشن تبعك بسكوير غير شيء كليا. واذا مش مجربها بس جربها بتلاحظ هاو يو كومبوز. خلينا نقول في عالم بيصوروا مثلا على الرول اوف ثيرد، بيصوروا بحطوا هاي، وطرحت انت على السكوير فورمات كل شيء تغير، مش بوزيتيف او نيجاتيف بس تغير، which is something nice. يعني it push you تا انت ترجع تجرب وتشوف قصص جديدة، غير منظور للفريمينج بيتغير. سو هيدا شيء. سبعة سكانينج. انا اذا انت بتبعت فلومتك تيتظهر وينعمل لهم سكانينج برا ما عندك هالمشكلة، بس اذا انت بتعملها بالبيت ما بعرف، هيدا الشيء انا لاحظته. هلا كمان بيفرق بين براند وبراند، فيلم وفيلم من ال من ال هيدا، بس ال ميديوم فورمات وقت تحطه هيك أهيان تجلسه تقدر تاخد سكان much easier than 35 most of them بيضلوا لك مطعوجين هيك، وإذا جلسته هيك بينطعج kind of، إذا جلسته بينطعج هيك. So وقت عم تعمله سكانينج إذا ما كان الفيلم النيجاتيف جالس وانت عم تاخد سكان لقاله بيطلع مش كله ان فوكس، يعني اذا هو هيك هل التوب اذا هو هيك جاي الفيلم هون ممكن يكون ان فوكس هون اقل شارب او العكس او whatever. سو هيدي المشاكل بالسكانينج انا بعاني منها من 35 مليمتر unless عندك شيء that holds it مزبوط. سو هولي كانوا شوية من النقط البوزيتيف والنيجاتيف تبع 35 versus 120. مثل ما قلت لكم بالاخر بدي احكي عن ثلاثة خرافات كل العالم بيحكوا عنهم بس I think مغلطين. واحد بيقولوا انه الميديوم فورماتس are bigger اكبر بكتير وما بينحملوا. هذا النقطة حكيت عنها بالاول وهي مزبوطة somehow، بس انا لقيت انه مش عطول مزبوطة. يعني this is a standard kind of 35 مليمتر كاميرا اللي هي الزينت 12XP، منا أكبر كاميرا 35 ومنا أصغر كاميرا وسط. هون معنا البرونتو 3 2 this is an old كاميرا. إذا بتطلع بالحجم أصغر صح؟ وهي بتصور 6x6 يعني أربع مرات أكبر من ال 35 مليمتر. هلأ هاي قديمة كتير بتشتغل، أفرجيكم كيف. تكليك on this one تفتح هالشكل and you cock the shutter، بتحط كل شي manually بتطلع and you take the shot. تسمعوا حتى صوته. So هاي الكاميرا بتصور medium format 6x6 وفيك تحطها بجيبتك. هلا في منا مثلا الماميا 6 في القديمة بتجي هيك، وأولمبس في كذا كذا option منهم هول ال foldable cameras قدام and أصغر من كتير 35 مليمتر. so واحد خلصنا. اثنين على ال 35 مليمتر أرخص بمحلات معينة، ايه كان بي ارخص. يعني مثلا مثل اللي اف البوينت اند شوت شي مثل هيدي فيك جيبها ب 20 30 60 دولار حسب اونلاين او هيدا مزبوط. بس كمان عندك كاميرايات مثلا مثل الاولمبس او ام 4، او عندك مثلا رينج فايندرز بالاخص يعني مثل البسا ار 2 اي او ار 3 اي، او حتى اللايكا عم نوصل up to 2000 دولار 2500 دولار البادي لحال. so
you can get a proper medium format camera for much cheaper. $300 $400 وحتى شيء مثل هول الصغار الفولدبل كاميرز الاولد فيك تجيبهم $100-$150. So number two مش ارخص. ثلاثة بيقولوا دائما انه ال 35 مليمتر اسرع تتصور فيها. So اذا ما عم نحكي عن البوينت اند شوت كاميرز اللي هي مثل لسي فولي اوتوماتيك 35 مليمتر. هلا في عندك مثلا مثل هاسل بلاد they have a medium format that is autofocus and you can shoot اسرع من كتير كاميرات SLR. هاي واحد. بس عاد اكزامبل تاني اللي هو الفوجي 645 اللي هي اذا ما رح لك اسرع انا بحسها اسرع لانه it's a range finder الفوكس تبعها بحسه اسرع. You can shoot تعمل scale للdistance و you don't need to focus. يعني بصير إذا بتحط scale focus مثلا let's say بتحط infinite على ال F16 ساعتها كل شيء عندك مثلا من مترين لل F16 is in focus. So كل شيء بك تعمله بس إنه تاخد صورة to frame and تاخد صورة. هلا اتنيناتهم فيهم light meter. بالعكس أنا بلاقي الفوجي أسرع لأنه هون بدك تبرم ايدك لفوق تتغير الشاتر عرفت والابرتشر قدام بينما هون انت حاط ايدك هون عم تعمل فوكس هن كلتتهم كلهم بيجوا قدام بعض يعني بتطلع انت بكون حاطت الابرتشر تبعك اللي بدك اياها all you have to do is كل شي بك تعمله انه بتزبط الشاتر سبيد تيضوي اللايت ميتر انه سبوت اون زيرو you focus من هون لهون يعني انجا ربع برمي versus هيديك بتقعد to fiddle around to هيدا. So هيدا الشيء اسرع بكتير تتصور من 35 مليمتر. وحتى 35 مليمتر اذا رحت لشيء اقدم شوي ما في light meter هونيك القصة. وفي منهم حتى مثل لايكا 3 عندهم اثنين هون view واحدة view finder واحدة range finder. يعني بتطلع بالrange finder بتعمل فوكس تبعك بتطلع بالتاني فيو فايندر تاخذ فريم وكمان بدك تعمل كل شيء مانولي سو هيدا بياخذ وقت اكثر بكثير من اثنين. سو هيدا كان نمبر 3 كمان باستد خلصنا. انيويز فيني كافي كثير بعد الموضوع حسيت شوي طولت عليكم اليوم. هيدا كان كل شيء لليوم ان شاء الله كان مفيد. اذا عندكم اي سؤال او استفسار بليز اكتبوا لي بالكومنتس داون بيلو. Please ذكروا to like, share and subscribe. It helps a lot. وإن شاء الله هلأ قريبا رح نرجع نحرك الأمور ورح يكون في new videos. هذا كان كل شيء لليوم. شكرا للمتابعة. Have a great day. Cheers.